زيد بن حارثة. مضت سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن، وكانت تصطحب معها غلامها زيدا بن حارثة الكعبي، فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين، فأخذوا المال واستاقوا الإبل، وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة. وكان زيد إذاك غلاما صغيرا نحو الثمانية من عمره، فأتوا به سوق عقاذ وعرضوه للبيع، فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم، واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة. فلما عرفت عمته خديجة بن خويلد بمقدمه زارته مرحبة به، فقال لها: يا عمة، لقد ابتعت من سوق عقاض طائفة من الغلمان، فاختاري أيا منهما تشائينه فهو هدية لك. فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيدا بن حارثة لما بدا لها من علامات نجابته، ومضت به وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بن خويلد من محمد بن عبد الله، فأرادت أن تتحفه فلم تجد خيرا من غلامها الأثير زيد بن حارثة. وفيما كان الغلام يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله ويحظى بكريم صحبته، كانت أمه لا ترقع لها عبرة ولا تهدأ لها لوعة ولا يطمئن لها جنب. أما أبوه فأخذ يتحره في كل أرض ويسائل عنه كل ركب، ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفتر له الأكباد، حيث يقول: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل. وفي موسم من مواسم الحج قصد البيت الحرام نفرا من قوم زيد، وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذا هم بزيد وجها لوجه، فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم. ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا، فما أسرع أن عاد حارثة راحلته وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد وقرة العين، وصحب معه أخاه كعبا، وانطلقا معا يغذيان السير نحو مكة. فلما بلغها دخل على محمد بن عبد الله وقال له: يا ابن عبد المطلب، أأنتم جيران الله تطعمون الجائع وتغيثون الملهوف، وقد جئناك في ابننا الذي عندك، وحملنا إليك من المال ما يفي به، فمن علينا وفاده لنا بما تشاء. قال محمد: ومن ابنكم الذي تعنيان؟ فقال: غلامك زيد بن حارثة. فقال: وهل لكما فيما هو خير من الفداء؟ فقال: وما هو؟ فقال: أدعوه لكم، فخيروه بيني وبينكم، فإن اختاركم فهو لكم بغير مال، وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره. فقال: لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف. فدعا محمد زيدا وقال: من هذان؟ قال: هذا أبي حارثة بن شرحبيل، وهذا عمي كعب. فقال: قد خيرتك، إن شئت مضيت معهما، وإن شئت أقمت معي. فقال: في غير إبطاء ولا تردد، بل أقيم معك. فقال أبوه: ويحك يا زيد، أتختار العبودية على أبيك وأمك؟ فقال: إني رأيت من هذا الرجل شيئا، وما أنا بالذي أفارقه أبدا. فلما رأى محمد من زيد ما رأى أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام، ووقف به بالحجر على ملأ من قريش، وقال: يا معشر قريش، أشهد أن هذا بني يرثني وأرثه. فطابت نفس أبيه وعمه وخلفاه عند محمد بن عبد الله، وعاد إلى قومهما مطمئن النفس مرتاح البال. ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد، وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأبطل الإسلام التبني حيث نزل قوله جل وعز في سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم، فأصبح يدعى زيدا بن حارثة. لم يمضي على حادثة التخير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمد بدين الهدى والحق، فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال. لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقائدا لبعوثته وسراياه وأحد خلفائه على المدينة، فغادرها النبي عليه الصلاة والسلام. وكما أحب زيد النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على أمه وأبيه، فقد أحبه الرسول الكريم صلوات الله عليه، فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه، ويفرح بقدومه إذا عاد إليه، ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد سواه. وقد شاع أمر حب النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بين المسلمين، واستفاض فدعوه بزيد الحب، وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه. وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه، ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرى يدعوه فيه إلى الإسلام. فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن، عرض له أحد أمراء الغساسنة شرحبيل بن عمرو فأخذه وشد عليه وثاقه، ثم قدمه فضرب عنقه، فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه، إذ لم يقتل له رسول غيره. فجهز جيشا من 3000 مقاتل لغزو مؤتة، وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة، وقال: إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله فليختر المسلمون لأنفسهم رجلا منهم. مضى الجيش حتى وصل إلى معان بشرقي الأردن، فهب هرقل ملك الروم على رأس 100,000 مقاتل للدفاع عن الغساسنة، وانضم إليه 100,000 من مشرك العرب، ونزل هذا الجيش غير بعيد من مواقع المسلمين. بات المسلمون في معان ليلتين يتشاورون فيما يصنعون، فقال قائل: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا وننتظر أمره. وقال آخر: والله يا قوم، إننا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة، وإنما نقاتل بهذا الدين، فانطلقوا إلى ما خرجتم له، وقد ضمن الله لكم الفوز بإحدى الحسنيين، إما الظفر وإما الشهادة. ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة، فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم وملأ قلوبهم هيبة، وجالد زيد بن حارثة عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا، حتى خرقت جسده مئات الرماح، فخر صريعا يسبح في دمائه. فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب حتى لحق بصاحبه، فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة، فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى ما انتهى إليه صاحباه. فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد، وكان حديث إسلام، فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم. بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤتة ومصرع قادته الثلاثة، فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط، ومضى إلى أهلهم يعزيهم بهم. فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا بكاء الحبيب على حبيبه. العبرة، العبرة اللي ممكن ناخدها من قصة زيد بن حارثة هي إن الحب موجود وممكن يحصل، مش ضد الإسلام ولا هي ضد الدين. الحب البشري ما بين الناس ده مشاعر جميلة، لكنها لابد إن هي لا تطغى على الدين، ولابد إن هي تكون في إطار الشرع برضو. يعني هي الحب مشاعر لكنه لازم يكون مقيد برضو. ربنا في سورة التوبة بيقول لنا إيه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الحب ده أمر طبيعي، يعني تحب أهلك، أبنائك، إخوانك، عشيرتك، مالك، بيتك، لكن لا ينبغي أبدا إن يكون هم الأولى من الجهاد في سبيل الله أو الله أو الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إيه؟ يعني ربنا بيقولك رتبي قلبك مين الأولى. طيب هو الحب ده مش حاجة كده غصب عننا كده، ولا إحنا لينا فيه إرادة ولا إيه؟ لا، الحب إرادي. يعني ايه إرادي؟ يعني في كده أفعال لا إرادية وفي أفعال لا إرادية. يعني نبض قلبك ده حاجة لا إرادية، انت مش متحكمة فيها، انما انك انت تحركي ايديكي ده فعل إرادي. برضو انك تحبي ده فعل إرادي، بمزاجك، بمزاجك تسمحي للشخص ده انه يقرب منك، وبمزاجك تكرهي، بمزاجك مش غصب عنك. وإلا لو كان غصب عني بقى مش هتحاسب عليه. فطالما ربنا سبحانه وتعالى قال إن اللي بيفضل أهله وبيته وعشيرته وإخوانه على الله وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام بيفضلهم، قال عليهم إيه؟ هم القوم الفيه، هم القوم الفاسقون. يبقى الحب اختيار، حبي زي ما أنت عايز تحبي، لكن لا ينبغي أبدا إن يكون الحب ده يوصلك إنك تعملي حاجة ضد الدين، أو إنه يمنعك إنك تعملي حاجة من الدين. يعني حبي أولادك بس ده ما يخليكيش تفكري دايما في إرضائهم، لا، شوفي اللي هم عايزينه ده هيتوافق مع الدين ولا لا. ماشي، حبي زوجك، حبي زوجك، بس برضو ما تخليهوش أي أمر هو يقولك عليه على طول كده تقولي حاضر، لا، شوفي الكلام ده هينفع مع الدين ولا لا. يعني رتبي قلبك، حطي ربنا سبحانه وتعالى، حطي الرسول عليه الصلاة والسلام، حطي الجهاد في سبيل الله في أولوياتك، في أولوياتك، في يومك، في أهدافك، في طموحاتك، في قراراتك. قبل ما تعملي أي حاجة ده يرضي ربنا ولا لأ؟ قبل ما تتعلمي حاجة العلم ده هيرضى بيه ربنا عنك ولا لأ؟ ادي العبرة اللي ممكن ناخدها النهاردة. وسيدنا زيد المرة دي بقى مش قصة سيدنا زيد بس، المرة دي قصة سيدنا زيد بن حارثة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلاقة اللي بينهم دي جايانا برسالة، شوفي ازاي برغم حبهم لبعض الى انهم اثروا الدين، محدش فيهم ابدا اثر نفسه، محدش فيهم فضل نفسه، محدش فيهم فضل الاخر. هما الاتنين مصلحتهم ان هو ما يروحش الحرب دي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما بيفكرش بالطريقة دي، هو بيفكر من الأصلح يبعته، مش مين يعني غالي عليه فيعني ما يخلوش يروح، لا، ما فيش في الإسلام كده. برغم ان عارف صعوبة المحنة، لانه وداه هو، برغم ان هو حبيبه. يعني ايه؟ يعني الحب حاجة وأوامر ربنا حاجة تانية. أوامر ربنا لها الأولوية، أوامر ربنا هي هدفنا، مراد ربنا هو مبتغانا إن احنا نحققه. فيبقى دايما في دماغك كده قبل كل تصرف، يعني فين مراد الله من ده؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيخبرنا إن هو يرانا وينظر إلينا وينظر ماذا نفعل، ويحب ناس معينة مننا، بيعد في الجنة مكان للناس القريبة منه، بيحضرها بنفسه، مش بيؤمر الملائكة ان هي تحضرها، لا، يعني هو عامل مكان كده لحبايبه، وبيختار مننا اللي هياخد المكانة دي، وبيشوف مننا أفعالنا وبنعملها ليه والسبب، وبناء على ده بيختار المقربين. اللهم اجعلنا من أهل الله وخاصته، اللهم اجعلنا من المقربين، من الذين امتلأت قلوبهم بحب الله ورسوله والجهاد في سبيله. جزاكم الله خيرا.